السلام عليكم، غنبدا معكم لا فيديو من الاخر. الوغ هادو هما ثلاثة البنات اللي وجدت للفطور اليوم، كنتمنى يعجبوكم. كنظن راه كلشي كيعرف يدير البسيطلات نتاع الدجاج، راه الكلاسيكيين راه كيبقاو هما بارمي لي ميور صراحة. وخا الحوت كتبقى بسيطلات الدجاج هي انا جو بريفير مفضلة عندي. هانتوما البنات زوقتها بشويش نتاع العسل، درت العسل من الفوق لاموند ايفيلي وسكر كلاصي، هادي تا هي نفس الشيء. هادشي اللي كاين البنات، كانوا هادو هما البسيطلات ديال اليوم اللي وجدت الفطور. كنقول لكم السلام عليكم ونخليكم تشوفوا لا فيديو حتى الاخر. هادشي اللي كاين، اللي ما مشتركش يشترك في القناه، لا جات على خاطركم وتخليوا واحد التعليق مزيون واحد اللايك. هادشي اللي كاين البنات، السلام عليكم، تصبحوا على خير حتى الفيديو المجيء ان شاء الله. غرو بيزو، السلام عليكم. سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه لاباس، هانيين. كنتمنى الله تكونوا كاملين على خير وبخير يا ربي. اليوم عندنا 3 ايام في رمضان هنا في فرنسا. النهار الاول دار شويه صعيب، ولكن الايام اليومين الثانيه عادي، ماشي شي حاجه صراحه. ما فينا لا جوع لا عطش لا حتى حاجه، ولكن توجو كيبقى الراس مبض الراس وصافي. هادشي اللي كاين، الراس كيبقى مزيه البنات. اليوم ما عنديش شي تمره صراحه، عندي غير دوك بسيطلات غنصايبهم ديال الدجاج. ما كنتش درتهم داك النهار مع العيد، ما قدرتش صافي، وغنصايب شويه زعلوك. باقي عندي لاطه ديال الحوت اللي درت البارح، ما قصناهاش. عرفتي شنو ما قصناهاش؟ بقات هكا، غنسخنوها ونصايب شويه زعلوك. صافي، وبسيطلات راه عندي بسيطلات مصايباهم، وغنصايب هادو ديال الدجاج حيت ديجا خرجت الدجاج. ها هو مسكين، خصني ضروري ميمكنش نرجعو خصو يطيب، يعني غنصايبهم اليوم. هادشي اللي كاين البنات، انا غنصايب زعلوك. بنجال زعلوك، انا دايره مطيش هكا طيب. غنزيد زويته بلديه، البنجال البنات انا تنشوي، ما تيعجبنيش داك البنجال ديال تنشوي زعلوك، تيعجبني البنجال مشوي. العطريه شي اللي كاين، كنظن زعلوك راه كلشي كيعرف يصايبو. ايوا كنطيب قلت ما فيها، بس نشاركو معاكم شويه السودانيه. هاد السودانيه حاره، عندي التومة ضروري، هاد التومة صحيحة أنا وخا كاينة البودغ متجيش بحال صراحة، متجيش كل طريقة تزعلوك، راه كلشي كيعرف يديرو، ماشي شي غير كلو باش كي كيطيبو كتختلف وصافي. هادشي لي كاين البنات، عندي الصبرة والعدنوس، نخلي لاصوص طيب مزيان. هادشي اللي كاين، خلي هاد لاصوص طيب. ملح نسيتها، دايما ناسيه الملح. وما تملحوش البنات، دكتورة كتعطيكم النصائح على الملحه. صافي هادشي اللي كاين، هادي مطيشه حكيتها، مطيشه صحيحه. ايا صافي، نخليو هاد الزعلوك، هاد الملاصوص الطيب
البنجل انا البنات كنشوي ها نتوما انا ديجا شويته وقطعته تعجبني زعلوك بالبنجل مشوي كتجي فيه ديك الريحه ديال ميكات انا ما واخا عندي الفران ما كنديروش ما كنشويش في الفران حيت تيجي بحال يلاوي ما كيعطيش داك المذاق ديال المشوي كنحطو فوق لابلاك ديريكت كيجي من داك الشيء صراحه هنا حطيتهم هنا شويتهم بلا شويه بلا حتى حاجه البنجلات وحطيتهم تشواو ليا ما نقولش لكم كتجي فيه ديك ريحه الفحم ريحه وما كنشلوش كنحاول نحيد داك كتعطيه شويه تعطيه الخاطر تحيدي وما كنغسلو ما والو كيجي زعلوك من داك الشيء صافي في الاخر كنزيد له الحامض مصير هادشي اللي كاين البنات غنصايب دابا بسيفلات عندي هاد الميجيتاز هاد الميجيتاز البنات ساهله ديال الضو هي كطيب صراحه انا ما غنقليش الدجاج لان كاينه البصله غنخليه يتقلى بديك البصله الطريقه راه كلها وطريقته انا هذه الطريقه اللي كنعرف غندير البصله هي الاولى البصله غنخليها الدجاج يطيب في هاد البصيله بغيت بفضل العطريه ماشي ضروري نقليه ولا نشرملوه قبل البنات واخا كنصايب بريوات ديال الحوت بريوات بالكفته بريوات ما تيجيونيش بحال ديال الدجاج صراحه تيبقاو مذاقهم بوحدو هاد الدجاج عاد كتب عليه طيب اليوم العطريه اللي غندير سكينجبير الملحه الخرقوم عرق وعندي حتى الخرقوم سيدنا يا ربي وقت سيدنا موسى العلاقه عندي الخرقوم شعره زعفران شعره انا غلط بزاف كي قلت لكم هادشي غنصوطي كلشي غنشحر كلشي في دقه ما يحتاجش نعقدو الزعفران الملحه هادشي اللي كاين عندنا بطبيعه الحال الزويته البلديه كنخلط انا الزيت شويه البلديه وشويه روميه عندي المعدنوس غير شويه وتا ملي بغي نعسل البصله نزيد شويه المعدنوس صافي هادشي اللي كاين البنات نخلطو هادشي مزيان ونديرو غير طيب كنظن بسيطلات ديال الدجاج راه كلشي تيعرف يديرهم باقي ليا غندير لا ما لا حاجه لان هاد البصله راه هي بوحدها غتطلق الماء كافيه كتطلق الماء يعني هاد الدجاج غيطيب غير فهاد البصيله داكشي اللي قلت لكم انا ما رقدتوش غيتقد هنايا او ميم طون كيطيب وكيتقد ناخذ غير زعفران شعره
انتما البنات ناخذ نضيف غير الزعفران شعره ونشعل على هذه ميجيتوز خطيره هذه كطيب بالضو فيت في ما كتعطلش ديجا مسخناها انا ماشي غندير هاد الكميه كامله كيف تيكم انا ما غندير لا ما لا حاجه لان هاد البصله راه يطيب فيها راه يطيب الجير في هاد البصيل صافي هادشي اللي كاين البنات لاصوص ديالي هيا كطيب ديال الزعلوك هانتوما وندير هذا يطيب مني يقرب يطيب نشارك معكم لي زيتا يلا البنات خليتكم على خير هنا رجعت معكم البنات الدجاج ديالي ها هو طاب انا غنحيدو غنحاول نهزو غير الدجاج ونهزوه بلا بصله هانتوما كنظن الطريقه راه كلشي عارفه بدلت الميجيتوز حيت جاتني صغيره على الدجاج ملي كنبغي هذا جاتني صغيره ودات صافي الكوكوط صافي هادشي اللي كاين الدجاج نخليه يبرد ونفرطو طريفات صغار هانتوما البنات شوفوا كي كيجي غزال هذه هي المريقه ديالي شنو غنزيد عليها دابا غنزيد على المعدنوس اللي بقى عندي شويه المعدنوس ونخليه وهاد البصيله تعقد شي شويش ونزيد عليها شويه العسل كله وطريقته انا تنزيد العسل كيعجبني النسمه ديال نتاع العسل في هاد البصيله كتجي كاراميليزي كتجي كي كنقولوا كاراميليزي رانا قلتها صافي هادشي اللي كاين البنات ها هو زعلوك ديالي ها هو طاب ما عرفتش علاش كيبان في الكاميرا تيبان غوج هو راه ماشي احمر هانتوما صافي هادشي اللي كاين غنبقى مقابله هاد البصله حتى تنشف عاد نزيدها البيض غنزيد 6 البيضات ونزيد صافي غنزيد شي شويه العسل ماشي دابا نخليها غنزيد حيت طريقه البصله اشكال كله كيفاش كيصاوبها على طريقته هذه طريقه الوالده كنت كنشوف ماما كديرها او تندير حتى انا صافي لهم بقيت واحد الطريف ديال اللحم صافي هادشي اللي كاين البنات نفرت داك الدجاج هادي نخليها تنشف شي شويش خاصها ضروري تنشف عاد نزيد لها البيض هادشي اللي كاين البنات غنزيد شويه العسل دابا نحركو هادشي مزيان ونخليوها تعقد حتى تكراميليزي تولي البصله تولي بحال كراميليزي هادشي ما جاتنيش لا بارول سمحوا ليا هادشي اللي كاين امي نبدا نعمر في البصيلات نشارككم معكم الوغ البنات عندي 6 البيضات هاهما كيبانو ليكم جوج صفوره 4 6 صفور 6 البيضات وصافي هاهما ما غنزيدهمش دقه وحده نبقى نزيد كل وحده ونخلط مزيان وتحريك ضروري تحرك كنت حتى كتنشف هاد البصله نزيد الثانيه صافي حتى كيطيب هاد البيض والبصله كتنشف حتى كطيح ما كيبقاش داك اللدام وداك الماء اللي غيقطع لينا الورقه صافي هادشي اللي كاين البنات غنبقى غادا على هاد الطريقه تنشف ليا البصله كطيح في مرات تنشف كتعقد مني تبرد ونبدا نعمر في البريوات هنا البنات رجعت معاكم نعمر البصيلات ديالنا ها انتما البنات هادي البصله اللي وجدت البصيله مع البيض ها انتما البنات شوفوا كيف كتجي الدجاج ديالها طاب وفرتتو كامل ضروري كتفرتو
وهذا اللوز ديالي ها نتوما. دابا انا المشكل اللي كاين هنا في فرنسا البنات كاين هاد الورقه كبيره كيف كما كتشوفوا ياك، انا بغيت بسيطلات غير من الحجم الصغير. ديكو طاحت عليا واحد الفكره غنشاركها معاكم، سي بوزيت انتيريسي ما تقدر نتوما حيت ما عندناش الورقه الصغيره ما اختارت صوبتيها لاصق. الو انا خديت هادي صراحه دائما كندير هكا، خديت هادي كبيره وانا ما بغيتش الستايلات بغيتهم انديفيديوال صغار ما بغيتهمش قد هكا. خديت هذا نتاع البيتزا ياك هذا وغنقص من الحجم ديال لو سيركل، خذوا لو سيركل ديروا الحجم اللي بغيتو نتوما كوم سا هكا تقدروا تحسوا على سيركل صغير بحال الوريقات المغرب دوك الصغار ها نتوما. انا هذا صافي هذا ما عندي ما ندير به ها نتوما البنات شوفوا هي صغيره بقيت كنفكر اش غندير غندير ابخي قلت غنقص منها صافي هادشي اللي كاين البنات. انا عندي هذا نتوما استعملوا القطع اللي بغيتو على السيبور اللي بغيتو كندير هكا. هادي بعدا ضروري من الدهن خاصها تدهن هاد الورقه حيت ماشي بحال ديال المغرب فهاد ماشي بحال ديال المغرب ميدما ضروري من دهنوها كناخدو هذا ماشي من الجينيها المشنفه الجهه العاديه كنظن الطريقه كلشي كيعرف يديرها كنظن ما كان ما كنضش ما كاينش اللي ما كيعرف يدير هذه الطريقه. غير نقادو السيركل مزيان صافي هادشي اللي كاين ها نتوما البنات كنتمنى هادشي يكون واضح هكا هكا باش تحصلوا على بسيطلات صغار انديفيديوال. اما الورقه الكبيره غتجي كبيره غتجي ديال جوج الناس ماشي ديال يعني ياكلوا فيها جوج الناس بالنسبه لهذيك الورقه. صافي هادشي اللي كاين كندهن مزيان وكنعمر الوغ دايوغ الطريقه عرفنا الدجاج هو الاول كنعمرو الجوانب باش ما تجيش شي بلاصه خاويه ضروري الجنابات يعمرها كنعملو صيله معرفش انا هادشي شحال غيخرج ليا مي صافا واحد العشرة د البسطيلات سي سيو كنضغطو باش لي زانغغيديون يقبطو لا فورم ما حتى حاجة حتى بلاصة ما تجينا خاوية. صافي هادشي لي كاين البنات غنديرو اللوز هانتوما البنات غنزيد نقرب كنتمنى هادشي يكون واضح. انا هزيتها بغيت تزيدو تعمرو حيت انا بغيت او موان يخرجو ليا شي شويش بغيتو تجي عامره بزاف سا ديبون نتوما و داكشي لي عندكم داكشي لي كاين. و الطويان راكم عارفين كيكف كيكا الطويو راه ساهله ولكن الزبده ضروري البنات ما تيدموها لان صعيبه هاد الورقه صعيبه بزاف ماشي غير شويه بحال اللي كتلمطو العاديه. هانتوما البنات كنظن كلشي كيعرف يدير هادشي. انا هذا غير فطوري شاركتو معاكم يعني ماشي شي حاجه ماشي غوسيت جايه نوريها لكم هذا غير فوري قلت ما فيها باس نشاركو معاكم. الوغ كناخذ ورقه اخرى عاوتاني تدهن حتى هي كما العاده ها
هما بسيط لكن كتجي محدقة صغيرة الا تبعتوها الطريقه ديال كنهضر على الناس ديال فرنسا الناس لوغوب اللي عندهم هاد الورقه كبيره و... انا درت ليها هاد اللعيبه كما تنقولوا انا جبتها حطيتها هنا وكندهنوا حتى اللمطو غادي نلمطو كنلمطو السداري ومع الدهين البنات لان صعيبه هاد الورقه وزيرو باش ما تبقاش واحد البلاصه خاويه بغيتو تجمعوا بالبيض الا شي بلاصه ما تجمعاش ليكم تجمعوها تلصقوها بالبيض انا غنلصقها بالبيض ضروري حيت هاد الورقه ما يصلحش ليها حتى البيض يصلح لها الطحين وهاد الشيء اللي كاين البنات هادي البصيفيره ديالنا و ضغطوا عليها شويه باش جاتكم غليظه باش تقبض الفورمه صافي هادشي اللي كاين شتي هاد الورقه شويه كتعصب ماشي كتعصب ولكن كتبغي الخاطر باش تجيبي البسيطله كما هي هانتوما شفتيو صافي بحال كنقرصوها وكنقادوها من الجناب هانتوما انا ديجا صايبت وحيده هاد الثانيه غنكمل هذا الشيء ونرجع معكم نوريكم الشكل النهائي كنظن الطريقه راه واضحه كلشي كيعرف يديرها يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه بغيت نعاود معكم ثالثه نعاودها ما كاين حتى مشكل غير بغيت نقول البنات اللي شافت اللي طاح في الفيديو ديالي او سي جامي كنتمنى يدير يشترك ويخلي واحد التعليق زوين ويلايكي الا جات على خاطركم غير يعجبكم المحتوى راه ماشي شي محتوى خايب هادشي اللي كاين البنات اش غنقول لكم صافي هادشي ما عندي ما يدير صراحه ما عندي ما نقول اللي شاف هذا الفيديو يخلي يدير سبسكرايب ويتابونا في القناة هادشي اللي كاين البنات نكمل معكم هادي ونقطع باش ما يجينيش الفيديو طويل وصافي هادشي اللي كاين حيت راه سبحان الله راه كاينين شي مبتدئات كتجيهم كيكون عمرهم دخلوا الكوزينه وعاد باغين يتعلموا الطير ما فيها باس صح ما راه كنا كنشوفوا من والدينا ودابا الحمد لله اليوتيوب راه عامر اليوتيوب هادشي ديال الطبخ بنادم ما تلاش تيحير كتدخلي غير اليوتيوب تلفات لك شي غوسات كتجديها من اليوتيوب هادشي اللي كاين الانسان ما تلاش تيحير صراحه صافي وكنضغطو مزيان ضروري نضغطو باش البسيطله تشد لا فورم تقبط لا فورم ديالها مزيان هادشي اللي كاين البنات غنصبها ضروري ما ندهنوها دايره كي الورقة كي الكاغيط ماشي ورقة خصها الدهين صراحة أنا ما دهنتوهاش ما تجمعش ماشي ما تجمعش غير هي ما غتسطواش مزيان صافي هادشي اللي كاين نبداو اللمطة اللمطة راه كلشي تيعرفلو حيت انا كون خليت هاد الورقة كبيرة ما غتجينيش فهاد لو سيركل وما غتعطينيش غيجيوني كبار وانا ما بغيتهمش كبار هانتوما البنات تيجيو محدقين صراحة غير هما كيما تنقول لكم لي دان ضروري هاد الورقة كتبغي الدين غنحطها هنا وندهن الثالثة ندهن الورقة باش هادو ديال اكسيون دغيا تيخرج ليهم هذا الشيء ما فهمت والو هادي الثالثه اللي كناخذ ما عرفتش علاش هانتوما البنات ندهن ونزير دائما ندهنو وزيرو زيرو باش تعطيكم تخرج لكم لا فورم تاع البسطيله دائما هنا نزير
فيك هادشي اللي كاين عند الناس. كانت هذه واحد الحيله طاحت عليا. حيت ما درتش لها هذه خاصها ضروري البيض ولا يلصقها. كي قلت لكم الورقه هنا راه دايره بالكاريط قاصحه. ها انتما البنات شوفوا البسيط لا كي كتجي وضغطوا عليها وقرصوها باش تقدر في الفرن. صافي هذا الشيء اللي كان. غنقطع للناس باش ما يجينيش الفيديو طويل وغنكمل هذا الشيء من يطيبوا ان شاء الله نشاركم معكم. يلا البنات خليتكم اتطلع هنا رجعت معكم البنات. نسيت قبيله ما ها هما السيكلوت ديالي شتي كي تيجيو. انا تن ملي كنبغي نكونجليهم كنديرهم في كنديرهم في الفيلم اليمونتير هكا. كان كل وحده كندوزها بوحده صراحه. كنبغيهم انديفيديوال صافي ابري عاد كنديرهم في لو ساك دو كونجيلاسيون. هانتوما كل وحده في الفيلم اليمونتير باش كيبقى محافظين حتى تا لوغو ديالهم ما كيتبدلش. وعاد كنديرهم في ساك دو كونجيلاسيون. هادشي اللي كاين البنات. هادو هما البسيطلات ديال اليوم. مي طيبو ان شاء الله سوسواغ في الفطور غنشاركهم معاكم.